يمشي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى بيت عائشة، وقد مضى شهر لم يوحى إليه شيء في خبرها. يمر اليوم عليه صلى الله عليه وسلم ثقيلا مما يجد من هم وأذى من المنافقين، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة طوال مرضها إلا هذا اليوم. وعائشة تقول: جعلت أبكي ليلتي كلها، ثم جعلت أبكي الليلة التي بعدها. تقول: حتى إن والدي ليظنان أن البكاء فالق كبدي، لا تكاد تأكل ولا تشرب، بكاء في بكاء. وأي فرية أعظم من أن تتهم المرأة في عرضها وهي بريئة، وهي ابنة الصديق وزوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وإذا عائشة على فراشها ما تكاد تستطيع أن تحرك عضوا من أعضائها. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإذا هي حبيبته وزوجته التي يلاعبها ويضاحكها ويؤانسها طالما قضى معها أحسن الليالي والأيام، يسمع الحبشة يلعبون في المسجد فيحملها على ظهره لتطل تنظر إليهم، يمازحها يلاطفها يرضيها إن غضبت، يسأل: من أحب الناس إليك؟ فيقول: عائشة. يثني على أبيها مرارا، وإذا هو صلى الله عليه وسلم منذ شهر كامل لم يلمسها ولم تلمسه، ولم يجالسها ولم تجالسه، وإذا هي منطوية على فراشها تنظر إليه مقبلا بعينين ذابلتين هدهما السهر والبكاء. فيأتي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ثم يجلس. قالت عائشة: وعندي أبواي وعندي امرأة من الأنصار. فلما جلس التفت صلى الله عليه وسلم إليها وجعل ينتزع الكلام انتزاعا، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. وسكت، ما قال إلا هذه الكلمات. تقول عائشة: فلما قال ذلك جف دمعي حتى ما أحس منه قطرة من هول الكلام. يعني هل ممكن أنت عندك احتمال يا رسول الله أن تكون فعلت؟ فأنت تعطيها الاحتمالين؟ يعني هل أنت ممكن تكون مصدق ما قاله الناس؟ قالت: فجف دمعي حتى ما أحس منه قطرة، ونظرت إلى أبي قلت: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أبو بكر يبكي، قال: والله ما أدري بما أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أمي قلت: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله صلى الله، ما أدري ماذا أقول، ماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكتت عائشة وهي فتاة صغيرة، ثم قالت: والله إني لأعلم أنكم سمعتم هذه المقالة فتمكنت من قلوبكم، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني، وإن قلت لكم إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتصدقني،
لكني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال وأرادت أن تقول يعقوب، فلصغر سنها نسيت اسمه، قالت إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول ثم تلففت بلحافي وانفجرت أبكي. تقول فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه ولا خرج أحد من البيت إلا وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي عليه، واشتد ذلك عليه. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد عليه الأمر وتصبب عرقا حتى يرتفع عنه، حتى إن أحد الصحابة كان جالسا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام متربع على الأرض والصحابي بجانبه، وركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبة هذا الصحابي، فنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي فثقل حتى كادت ركبتي تندق من الثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تقول فأخذه ما كان يأخذه، عرفت أنه يوحى إليه، ثم سري عنه فالتفت إلى عائشة قال أبشري يا عائشة فقد برأك الله تعالى. قالت فقالت لي أمي قومي احمدي رسول الله، قومي سلمي عليه واشكريه. وقال أبي قومي احمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت والله لا أحمده، إنما أحمد ربي، إنما أحمد ربي. تقول ولم أكن أظن أن ينزل الله في آيات في القرآن، إنما كنت في نفسي أحقر من أن ينزل القرآن في، إنما أقول لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في رؤيا. وأنزل الله تعالى 9 آيات في أول سورة النور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله